صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة موضوع حلقتنا الحالي مشابه للفاكهة اللي بترطب الأجواء لكل الجو الجدي كتير كان اللي كان بالحلقة السابقة عن فريد. برضو الحلقة هيدي عن فريد ولكن تحت عنوان فريد والميو ومارلي مورو. ما تتفاجئوا بالعنوان. هو الموضوع ذكروا فريد بكل حدفيه بكل تفاصيله لمجلة الكواكب عام 1955، ومختصره لما نزل بيروت نزل بأحد فنادق الموجودة على الشاطئ اللبناني في بيروت، مش بالبريستو اللي من عادته ينزل فيه، بتغيير الأجواء. وكان نازل بيتفاجأ بدقة على الباب غرفته، بيتفاجأ بموظف البنك بيقول له أستاذ فريد، مارلي مونرو موجودة بالمسبح بالأوتيل وحابة تتعرف عليك. هلق فريد بيتفاجأ في هالموضوع، وبحسب مزحة بالأول بس فكر دغري بسرعة البرق إنه والله قبل بشهر لما كان بمصر الصحافي المصري ذكرت بشكل كتير واضح وعملت ضجة الخبر إنه أخيرا مارلي مونرو تقبل دعوة لبنان لزيارة سياحية لبيروت. والله دغري لمعت براسه قل يمكن تكون مارلي مونرو. هلق نزل وتفاجأ على حافة المسبح بشقراء جميلة جدا وتشبه إلى حد بعيد مارلي مونرو، و يعني بلباس البحر. هلق مجرد ما وصل بتضمه، أهلا أهلا أستاذ فريد، تحكي بلكنة لبنانية رائعة، تفاجأ تحكي كمان لبناني. هلق قال لي يا فندم، معروف عنه فريد الخفر والحياء، وكان شهم وكان عنده كبرياء معين ويحترم الآخرين ويحترم نفسه. قال لي يا فندم، ما كانش في مجال تعرف علي إلا بالهدوم دي، يعني دي مش كويسة عشان الفندق منيح. المهم إنه من خلال هالموضوع عرفنا شغلتين حسب قال فريد، عرفنا بالأخير إنه مسمينا مارلي مونرو بيروت، وهي ذات أصول لبنانية ولكن ذات أصول يونانية، وكانت هي تتابع على طول وتعشق فنه لحد بعيد، وعرفت بأي غرفة نازل، وتفاجأ إنه آخر الغرفة اللي بجانب غرفته منيح. والشغله الثانيه اللي حبيت احكيها كمان على الهامش، انه في ذلك الزمن وقت كان فريد شباب، لما يجي بيروت كان الامن اللبناني يفرز فرقه خاصه في شغل حمايه فريد، ولكن خاصه بتنظيم لقاء فريد مع البنات اللي كانوا يلاحقوا من محل لمحل. يعطيكم العافيه، وان شاء الله تكون هيك قدمنا شيء جديد حلو وظريف بمرافقة يا أبو ضحكة لبنان، هالغنية اللي كلنا بنحبها واللي حط فيها فريد كل شيء شيء جميل بالحياة، كل شيء بخص الفرح والضحك، وتنقد نهائيا قصة الحزن والألم والبكي. يعطيكم ألف عافية.